ميثاق وعنده فهمتي واحد بحال هيك واحد الأمانة عند الفرقة اخي. الوقت الوقت راه ماشي هضرا او عبثا او لاعبا ولهوا. الوقت أمانة في اعناقكم ايها الناس. واستعمار الزمان ونبلوة ديال الزمان شي حاجة مهمة في حياة الناس. هي تقسيم الوقت. احيانا كتسمع الناس كيقولوا الله ينعل دين الوقت بزاف. وعلاش ما تقولش الله ينعل دينك انت وحاشا الدين والملة اصلا؟ لان دينك انت اصلا غيكون خارج على الدين والملة اللي هي حقيقية. ولكم دينكم ولي دين. والوقت الوقت امانة فوقك. ويعيبون الزمان والعيب فينا وما للزمان عيب سوانا. حيت انت فيك العيب والوقت ما فيه عيب كتعيب الوقت. اذا العيب كبير كله فيك. اذا هذا هو الوقت. والوقت محسوب عليك بالحرف الواحد بالنيميرو بالدقيقه بالجزء 100 ثانيه في ذاك الدقيقه بالضبط. كاش قطعتيها بالضبط وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره هي الاولى اللي الساعه لا ريب فيها واتيك الضوء فوق راسك طرن الدقيقه الاخريه في حياتك طرن راح حل هذا العالم وانت في غفله عن هذا. اذا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره وتنسى نسبك من الدنيا وهذا هو سر الوقت. كما أتى رهط من المدينة على رسول الله يسألونه قال أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام ومرحبا على سعة الصدر ورحابه ماذا تطلبون نؤديه إذا أمكننا ذلك. قالوا لقد جئنا نسألك يا رسول الله. قال عن ماذا؟ قال متى تقوم الساعة يا رسول الله؟ فابتسم ابتسامة خفيفة ونكس رأسه إلى الأرض ثم نظر إلى السماء ثم نظر إليهم نظرة كلها عبرة وحسرة فقال الله لا تأخذك نفسك عليهم حسرات. وإن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سبحان الله. قال لما تسأل عن الساعة؟ هل أعددت لها شيئا؟ واش وجدت لها شي حاجة ولا غير ماشي كتسول عليها؟ وهذا هو الوقت اللي سولتني عليه بالضبط. هو هذه الحكمة من هذا الوقت. ماشي الوقت فقنا العام سيدي وقفنا في راس الدرب كان أديو عباد الله. اعطوا الطرقات حقها اعطوا الطرقات حقها. فما حق الطريق يا رسول الله؟ إذا اجتمعتم على الطريق فاجتمعوا على ذكر الله واعلموا أن من له عين فأن للناس أعين. وقبل أن تهتكوا عروض الناس وعوراتها بعيونكم وألسنتكم وما في نواياكم السيئة اعلموا أن لكم عورات وأن لكم أهل. إذا أحق الطريق أخي حق الطريق ذكر الله او تجنبه او سير تحرك توزق على الاقل ضرك الدوره الدمويه بدا ديرك. والقضيه ديال هذه اللي وقعت في الحسيمة اخي العزيز هذا اخر واقع في الوقائع لك على الارض. نطلع لك اول ورقه منها تعطيك العباره وتعطيك الدليل على اخر ورقه فيها. اما هي هو ادم عليه السلام عليه السلام هذه رحمه من رب العالمين بها خير تحيه طيبه. هذا لان شي ظن او شي نيه حسنه او شي سر لاش في القلب ديال ذاك الانسان باش ربي تعالى وتبارك اشتبه اليه ونجاه مما حصل منه وعفى عنه وغفر. انما سطر له مسطرة فهمتي قانون ونهج شرعه في الحياه. اذا هو اول ورقه في العصر ديال هذا الشخص هذا هو انه هود من السماء الارض بالمعصيه. واول ولد غادي يولدهم هذا غيقتل هذا غتبقى تسول على الخارطين. هذا اخر هذا اول حديث او اخر حديث. حنا نبداو من الورقه الاوليه وبلا ما تسوي على الورقه الاخرين. صافي هذه دلاله في الحياه ديال هذا المخلوق ضد فهمتي. اذا الا من اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ونطلب الله هذه الرساله هذه توصل هذه بالضبط. هي ان شاء الله توصل وتوصل للمغاير فهمتي ولد عمي كاينه حياة اللي هما براسهم هذه الامانه هذه في الاعناق ديالهم ومحاسبون عليها. فمحاسبة النفس قبل الحساب هي خير الحساب. ورضي من رضي رضي الله ومن لم يرضى فإن الله في غنى. ونطلب الله حسبنا الله ونعم الوكيل من شر ما خلق. السلام عليكم.